بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل بقى في الجزء الخاص بالسوفت وير انجينيرنج، وكنا وقفنا عند البروتوتايبنج او سوفت وير بروتوتايب. يعني ايه سوفت وير بروتوتايب وايه الهدف منه وايه المطلوب لايه او بيساعد في ايه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. سوفت وير بروتوتايب هو بيقول لك معناه ان هو از ان انيشال فيرجن اوف ا سيستم يوزد تو ديمونستريت كونسبتس اند تراي اوت ديزاين اوبشنز. يعني ايه؟ يعني هو نسخه اوليه، يعني هو انيشال فيرجن يعني نسخه مبدئيه اوليه ماشي من النظام المطلوب ده للعميل او العميل طلبه. بستخدمها في ايه؟ نسخه اوليه يعني حاجه ما فيهاش فانكشنز، هي شكل كده مبدئي، هيكل مبدئي، زي ما بعمل لو حبيت مثلا ابني عماره بعمل الهيكل بتاعه، حبيت ابني كومباوند بعمل الهيكل بتاعه واعمل الشكل بتاعه، بقول ده الشكل بتاع ايه المبنى اللي هيطلع، وده هنا شكل الشقه، الكلام ده كله. ممكن الهيكل ده يبقى هيكل يعني معمول فيزيكال، وممكن يبقى الهيكل ده معمول سوفت وير زي ما بنشوف في اعلانات العقارات الكتيره اللي موجوده، بيبقى الديزاين بتاعها ده مجرد ديزاين بيعبر عن الشكل المباني وشكل وتصميم المباني قبل ما تطلع. كل ده بيبقى سوفت وير ديزاين يعني، او مجرد ديزاين، ما هوش الحقيقه اللي طلعت. يعني لو العميل راح للمكان اللي ظهر على الديزاين مش هيلاقي المبنى موجود، لكن شايف الهيكل بتاعه هو ده اللي انا منتظر انه يبقى موجود، وده اللي بيتحاسب عليه بعد كده لما يجي العميل ده يقول لك ايه فين الهيكل بتاعي، فين ده الديزاين اللي انت قلت لي هطلعه لك وطلعت حاجه تانيه مختلفه. لو ما كانش في اتفاق على الحاجه دي من البدايه ان هيبقى في اختلاف او هيبقى في تغيير على حسب الشغل اللي هيطلع، في الحاله دي هتلاقي ان العميل صاحب المبنى، صاحب الفيلا او صاحب الشقه اللي كان بيشتريها في البدايه، راح يقول للشركه دي يعمل لها مشكله، ده مش اللي انا طالبه، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه، مش ده الديزاين اللي انت وريتوني، مش دي، وهكذا. نفس الكلام بيحصل معانا في السوفت وير، هل الديزاين اللي احنا طلعناه ده هو ده اللي انت طالبه ولا لا؟ عشان كده بعمل البروتوتايب ده الاول، عشان على اساسه ببتدي اقرر او اخلي العميل يوافق هل هو ده على المطلوب اللي هو طلبه بالظبط، ودي المتطلبات اللي انت عايزها ولا لا. فبالتالي هي مجرد هيكل بس بيوري الشكل بتاع السوفت وير ده قبل ما يبقى. تمام، زي ما واضح هنا بيقول لك يعني هي نسخه مبدئيه او اوليه بستخدمها تو دومينستريت. الدومينستريت هنا يعني عشان اوضح الكونسبت اللي انا فهمته، هل ده اللي انا فهمته منك لما جيت قعدت معاك عشان اخد المتطلبات بتاعتك ولا لا. تمام، وبحاول كمان اطلع الديزاين في نفس الوقت انا بستخدمه، بعملها يعني ايه خطوتين في خطوه، او يعني بلعبها ايه لعبتين في خطوه واحده، ان انا بقول له ده الكونسبت بتاعك، ده شكل الديزاين، انت عايز لما يعمل لوجن هيدخل على الشاشه دي، لما يدخل على الشاشه دي يقدر يشوف منها البوتونز الفلانيه ويشتغل على كذا ويدخل على كذا، ودي الشاشات اللي انت محتاج لها، هيقول لي اه. طب كمان الديزاين، هل هو ده الديزاين اللي انت محتاج له؟ يبقى انا طلعت الديزاين وطلعت الكونسبت وخط سير الايه الابلكيشن او السوفت وير بتاعي في البروتوتايب ده. تمام، فبالتالي بقى ميزه ان انا خليته وافق على الديزاين وخليته وافق على الكونسبت بتاع الايه بتاع السوفت وير او الخطوات اللي انا همشي عليها عشان اطلع له السوفت وير بتاعي. تمام، تعال بقى نشوف هنا بالتفصيل هو بيستخدم في ايه. بيستخدم عندي used in ايه؟ used in requirements engineering process. بستخدمه في البروسيس الخاصه بالrequirement engineering. requirement engineering اللي انا بحاول اجمع فيها المتطلبات بتاعت العميل دي بروسيس، خلاص ليه؟ عشان يهلب فيه، عشان يساعد فيه to help the requirements election and validation. بيساعد في عمليه ان انا الالكشن بتاعتي زي ما قلنا، اللي هي اللي انا المتطلبات اللي انا بحصلها وبتحصل عليها من العميل، اللي انا خدتها من العميل، انت عايز ايه؟ انا عايز واحد اثنين ثلاثه. فده بيساعدني في تاكيد المتطلبات، بروح للعميل بقول له ده اللي انت طلبته، ده دي الحاجات اللي احنا قعدنا اتكلمنا فيها واتناقشنا فيها، ده صح انا ماشي صح ولا غلط، باخد منه تاكيد فاليديت اهو، تاكيد على صحه الحاجات اللي انا قعدت خدتها منه وان انا فهمتها صح، وان انا ماناش ماشي بشكل غلط. والله لو في حاجة غلط أثناء البروتوتايب ده أقدر ساعتها إن أنا إيه أعدلها وأنا شغال قبل ما أبتدي أعمل ديفلوبنج على طول. يعني لو دخلت في مرحلة الديفلوبنج والكودنج على طول وأنا ماشي في حاجة غلط، هبتدي أعيد حاجات كتير أوي من أول وجديد، فبالتالي هبقى بذلت مجهود على الفاضي ووقت ضاع على الفاضي، وطبعا تكلفة ضايعة على الفاضي. فدي ميزة البروتوتايبنج، إن هو ده اللي أنا بقول بيه والله ده الإيه ده المطلوب بتاعي، أو ده اللي أنا فهمته من العميل بشكل سليم، وبخلي العميل بنفسه هو اللي يأكد عليه. في نفس الوقت بيساعد كمان في عملية الديزاين بروسيس زي ما قلنا، إن هو بيساعدني في فكرة الديزاين، أنا هل الديزاين ده كويس مناسب ليك كعميل؟ لا الحتة دي مش عاجباني، لا الشكل ده مش عاجبني، الشاشة دي مش مطلوبة أو مش عاجباني، أو مش هو ده أنا طلبته، لا شكل الديزاين وحش، عايز أعدل الحتت الفنية، عايز أعدل الألوان، عايز أعدل كذا. فهنا بيساعدني كمان زي ما قلنا في مرحلة الديزاين أو فكرة الديزاين،
to explore options and develop a UI design عشان يساعدني في ان انا ايه احط الاوبشنز، بعرض الاوبشنز اللي موجوده في الديزاين، في الديزاين بتاعي، دي الاوبشنز اللي مطلوبه يعني. وفي نفس الوقت بيطلع لي يوزر انترفيس كويس، هل انت الشكل ده مناسب، هل مفهوم ليكو كشركه او كمستخدمين، خلي الناس تتفرج عليه كده وتقول لي رايها ايه، هل الدنيا دي ماشيه بشكل سليم، سهله ولا صعبه. دي فكره الديزاين على فكره اليو اي، لازم الحاجه بتاعتك تطلع سهله للمستخدم ما يتعبش في فهمها. ماشي. طيب في نفس الوقت بيساعدني كمان في عمليه التستنج بروسيس، لما اجي لمرحله التستنج بقارن بقى اللي انا طلعته ده هو ده اللي كان موجود في البروتوتايب ولا لا. يعني بعد ما اوصل لمرحله التيست انا خلاص انا المفروض مشيت خطوات معينه، والخطوات دي كنت عارض الستبس بتاعتها او الهيكل بتاعها كان بالشكل الفلاني، خلاص في البروتوتايبنج ادي بقى مرحله التيستنج، هل هو ده اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في البدايه قبل ما ننفذ الكودنج ولا لا. يبقى بيعتبر زي مرجع ليا، خلاص باك تو باك تيست، مرجع ليا ان انا ابتدي اقول ايه، اه والله ده اللي كان مطلوب وده اللي طلبناه من الديفلوبرز، والديفلوبرز طلعوه بنفس النتيجه ولا لا، ولا في حته ماشيين فيها غلط او كانوا عاملينها غلط، او بيعتبر مرجع كل ما امشي في خطوه، والله يعني الخطوه دي كانت مطلوبه في البروتوتايب ولا لا، الشاشه دي كانت مطلوبه ولا لا، الكود هنا او الاكشن ده او الاوبشن ده مطلوب في الجزء ده ولا لا، وانا بنفذ عشان لما اجي انفذ واخلص يبقى ده بناء على البروتوتايب، يعني مرجع ليا ارجع ليه، او ما اوصل للاخر واشوف هل الخطوات دي ماشيه صح ولا غلط زي ما طلبناها من الديفلوبرز ولا لا. طيب ايه بقى البينيفيتس الخاصه بالبروتوتايبنج؟ ايه المزايا بتاعته؟ يعني لما انفذ البروتوتايب ده وطلعه، الهيكل اللي انا بعمله للمبنى او للعماره او للشقه او للفيلا اللي انا بعملها دي، مزاياها ايه في البدايه لما اعملها عن ان انا ما عملتهاش؟ بلاقي ان المزايا بتاعتها بيقول لي امبروف سيستم يوزابيلتي، يعني ايه؟ يعني بيديني ميزه ان الحاجه بقت موجوده، او بحس انها موجوده، احساس وجود الحاجه دي بتديني انطباع كويس جدا وحماس ان الحاجه دي تتنفذ. لما اروح للعامل اوري له الهيكل بتاعه بتاع السيستم بتاعه او البروتوتايب، يعني ده شكل السيستم بتاعك، بيديله احساس ان احنا شغالين، ان في نتائج طالعه، في ناس الناس دي لا بتعمل مجهود، الناس دي عايزه تعمل حاجه كويسه، الناس دي ماشيه بخط سليم، طلعوا لي النتيجه وشفتها، لما تشوف الحاجه بعينك احسن بكتير من ان انت تبقى يعني بتسمع عنها بس ما شفتهاش. فبيدي ايحاء للعميل او ميزه للعميل ان انت الناس دي بتطلع نتائج بسرعه وسريعه، والناس دي طلعت حاجه اهو، في حاجه ملموسه ظهرت معايا يعني. في نفس الوقت بتعمل حاجه اسمها كلوزر ماتش تو يوزر ريل نيد، بحاول اماتش، يعني بحاول ايه اقول والله ان الحاجه دي بتماتش اللي انت طالبه، ان ريل نيد بقى، يعني في الطبيعي زي ما انت شايف كده، يعني انت بقيت شايف هل ده اللي انت محتاجه ولا لا، يعني زي ما قلنا ان انا بخليه يقارن احتياجاته اللي اتكلمنا فيها بالبروتوتايب اللي طلع بالفعل، خلاص يعني بحاول ان انا اوصل لافضل حاجه ممكنه لاحتياجات العميل، اماتش بيها احتياجات العميل، اقارن بيها احتياجات العميل، عشان لما يجي اقول له والله ده اللي انت كنت طلبته وقعدنا فيه وورينا لك بروتوتايب واتكلمنا فيه واتناقشنا فيه والتعديلات عملناها على البروتوتايب، ده الفاينل بروتوتايب بتاعنا، خلاص وافقت عليه؟ وافقت عليه. تمام. كمان بيمبروف الديزاين كواليتي، بيطلع لي ديزاين بشكل حلو جميل، لما افضل اعدل واطلع نتائج، اعدل واطلع نتائج على الديزاين طبعا، فبيطلع لي كواليتي حلو قوي خاصه بالديزاين على حسب متطلبات العميل طبعا، وبتخلص معايا بسرعه وانا شغال مع العميل اسرع يعني. كمان بيمبروف الايه مينتينابيلتي، بعد كده منتين يعني الصيانه، انا صيانه بحسن من عملية الصيانة الخاصة بالسوفت وير، بعد كده انا ببقى عارف الستبس اللي ماشية فيها، فانا محتاج هنا ايه ومحتاج هنا ايه، ببقى عارفها بشكل مصغر في البداية اسرع يعني. كمان بريديوس الديفلوبمنت ايفورت، يعني بحاول ان انا اعلي بتعلي الكلام ده من مجهود الايه او من جهد الديفلوبمنت، والله يا جماعه الحاجه بقت قدامنا هي، احنا عايزين نطلع الكلام ده بسرعه، احنا عندنا كام شاشه، عندنا كذا، عندنا كذا، فده محتاج انه يطلع ايه بشكل سريع، فده بيعلم من جهد الايه الديفلوبمنت الديفلوبرز ان هم يطلعوا النتائج دي او البروتوتايب ده يطلع معاهم بسرعه. طبعا زي ما قلنا ان احنا عندنا
الهيكل لما يطلع، ولا يا جماعه ده شكل المبنى ده شكل العماره، هتلاقي الناس بتجتهد بسرعه عشان تطلعه، المهندس بيخلص بسرعه، الناس اللي بتبني بتخلص بسرعه عشان تطلع النتيجه اسرع، وده شكل المبنى. وعايزين نشوف بقى في يعني بعد ما يطلع ويشتغل والناس تسكن ونحط الكهرباء والكلام ده كله، نفس الفكره هنا، نفس الموضوع في السوفت وير. لما السيستم ده يطلع ويبقى الشاشات دي موجوده والاكشنز هنا شغاله والناس بتدخل داتا والانتاج بيطلع، نفس الكلام في فكره السوفت وير. الموضوع حلو جدا وجميل جدا لما بيطلع البروتوتايب ده. تمام. باجي بعد كده على البروتوتايب ديفلوبمنت بقى. فكره الديفلوبمنت بتاع البروتوتايب بتبقى ايه الفوكس بتاعها او هدفها ايه؟ فلانها بتفوكس اون اريا اوف ذا برودكت ذات ار نوت ويل اندرستاند. بركز ايه وانا بعمل بروتوتايب؟ بركز عليه عشان اقدر افهم متطلبات العميل بشكل سليم. بحاول اركز اكتر على الحتت اللي انا مش فاهمها، اللي هو ار نوت ويل اندرستاند، ما فهمتهاش بشكل كويس، فعشان كده بحاول احطها في البروتوتايب وافوكس عليها، اركز عليها، بحيث ان انا اقول والله ايه، بص الشاشه دي ماشيه صح ولا غلط. يعني بركز على الحتت اللي انا مش ما كنتش قادر افهمها منه. ليه؟ عشان افهمها بشكل سليم، ده اولا. ثانيا، ابقى ما اجيش بعد كده اعملها وانفذها وفي الاخر يطلع يقول لي لا ده مش ده انا كنت ايه طالبه، ده انت فهمتني غلط. ماشي، هنا بستخدم الحته دي في ان انا افهم الحاجه اللي ايه اللي انا مش فاهمها من العميل. عشان كده بقول لي ايه، بفوكس اون ارياز، بركز على المناطق او الحتت اللي في الموضوع او في السيستم اللي انا ما كنتش قادر افهمها بشكل ايه بشكل قوي. كمان بتفوكس اون ايه، فانكشنال rather than نون فانكشنال requirements. يعني ايه؟ احنا عارفين الفرق بين الفانكشنال والنون فانكشنال. الفانكشنال دي هي الفانكشنز اللي هتستخدم داخل الايه، داخل السوفت وير. ماشي، ماليش علاقه بالمؤثرات الخارجيه. النون فانكشن دي اللي هي المؤثرات الخارجيه اللي هتاثر على او ليها تاثير خارجي على السوفت وير، يعني زي مصلحه الضرايب والحاجات الخارجيه اللي بره دي. انا ليا على الفانكشن، انت هنا محتاج تدخل مثلا اكونت. طب الاكونت محتاج منه بيانات ايه؟ محتاج بيانات 1 2 3. طب الاكونت ده هعمل عليه ايه بعد كده؟ الاكونت ده هيشتري مني مثلا مبنى. لو انا بعمل حاجه عن الريال استيت، يبقى انا بدخل ايه، العملاء بتوعي، العميل، هل انا طريقه ادخال العميل دي، شاشه ادخال العميل، بيانات العميل. فشاشه بيانات العميل دي صح، البيانات اللي فيها هي دي المطلوبه اللي انت طالبها، الشاشه مظبوطه، شكلها كويس، تمام، مفهومه واضحه، تمام. طيب البيانات اللي مطلوبه في بيانات العميل دي صح، ولا عايز حاجه زياده، ولا في حاجه، ولا اصلا في حاجه زياده عايز تشيلها، وهكذا. دخلت بيانات العميل، تخش بقى على بيانات الايه، بيانات الوحده مثلا انت هتبيعها، او المبنى اللي انت هتبيعه، الكلام ده كله. دي شاشه المباني او دي شاشه الحاجات اللي عندك، البيانات اللي فيها مطلوبه مظبوطه، هي المطلوبه، هل هو ده اللي انت طالبه، وفي نفس الوقت الشكل مظبوط وسليم ولا لا، نفس الكلام، وهكذا. تمام. فده اللي بيفوكس عليها في الجزء الخاص بالفانكشن. ماليش علاقه دلوقتي بالنون فانكشنال، اللي هي لما يجي يقول والله انت الضريبه عندك قد ايه، طب قصدي الضريبه هتحاسبك ازاي، محتاج تطلع ريبورتات قد ايه دلوقتي، او خاصه بالضرايب مثلا هتبقى عامله ازاي، وهكذا. الكلام ده هي مطلوبه، ماشي، وتعتبر فانكشنال، لكن الاساس بالنسبه لي هي العمليات اللي هتتم داخل السوفت وير، اكتر من اللي هتاثر عليها من بره الايه، من بره السوفت وير في المرحله الحاليه. يعني كمان مش بتفوكس، خلي بالك، مش ملهاش علاقه. البروتوتايب هنا مش بيفوكس على الايرور تشيكينج، انا مش ببص على الايرور دلوقتي، لان ما فيش فانكشن شغاله اصلا، انا بوريه الشكل وهو شغال ماشي ازاي، خلاص. ولو في فانكشن محتاج انفذها قدامه مبدئيا عشان اعرف انا فاهمها صح ولا غلط، يعني هي مش مطلوبه بس ممكن اعملها في الحته دي. لكن هنا ماليش علاقه بالايرور تشيكنج، انا مش داخل اقول له خد جرب وطلع لي المشاكل اللي موجوده، او ايه الايرورز اللي هتقابلك، ولا فكره الريكفري. انا مش بعمل ريكفري لحاجه كانت اتعمل لها لوس، لا، ماليش علاقه بالكلام ده دلوقتي. لكن انا هنا بفوكس على ايه؟ بفوكس على المناطق او الحتت اللي انا مش فاهمها كويس، مش قادر افهمها، الفانكشنز اللي هتتنفذ داخل الـ الابلكيشن او السوفت وير. ماليش علاقه، مش محتاج افوكس على فكره الايرورز او الايه؟ الريكفري. طيب الديس ادفانتج بقى، ايه العيوب بتاعه البروتوتايب؟ هلاقي العيوب بتاعته انها بتقول ان انا ايه؟ ان هو undocumented. ماشي، البروتوتايب ما هوش documented، خلاص. عشان لما يجي يقول لي هو البروتوتايب ده بعمله دوكيومنتيشن، لا لا، ده مش دوكيومنتد خالص، هي مجرد ديزاين وشكل بطلع بيه، وبطلع منه بافكار او بتاكيد لمفاهيم، لكن ما هواش مش دوكيومنت مكتوبه.
تمام. كمان the grid through rapid change، يعني بيتأثر، يعني بيتأثر بالتغيرات اللي بتحصل كل شوية على البروتوتايب ده. يعني بتلاقيه إن كل شوية لو حصل تغييرات أو تعديلات كتيرة من العميل، لا مش ده اللي أنا فاهمه، لا مش الحتة دي، طب غير لي الديزاين، طب غير، فبتلاقيه بيتدهور معاك. بتحصل يعني إن هو إيه، بيندثر كده، بتلاقي إن البروتوتايب ده ما هواش حاجة ثابتة معاك، كل شوية بتتغير، كل شوية بيحصل عليها تعديل، الكلام ده كله فبيروح. في نفس الكلام البروتوتايب ده لما بتطلعه خلاص وتوافق على الفاينل بتاعه، ممكن هو لأن أنت أوريدي عملت الديزاين وعملت كل حاجه، فبتستخدمه في الكودنج بقى على طول، بتنفذ الفانكشنز عليه على طول، وبالتالي فانت خلاص ما بقى يعتبر كأن ما بقاش فيه بروتوتايب اصلا، تمام. ده احيانا يعني، فبالتالي هو نفس الديزاين ده انا هستخدمه هكمل عليه بقى عشان انفذ الكودنج، فخلاص يعتبر كأن ما بقاش فيه بروتوتايب. في نفس الوقت ان هو بيقول لك ايه، نوت ميت نورمال اورجانيزيشنال كواليتي ستاندرد، يعني مش مناسب او مش بي مش يعني معايير الجودة الخاصة بالمنظمات، مش، لا مش هو ده اللي بيقول لك ان هنا انا ماشي على المعايير الجودة المطلوبة، فعشان كده ما اقدرش اخده في الاعتبار يعني وانا شغال. لكن امتى يعني اقول ان ده بمثل بيسموها ايه، اللي هي بيناسب معايير الجودة المتعارف عليها، يعني لما يطلع بقى سوفت وير حقيقي في الآخر، الفاينل برودكت بقى، والفاينل برودكت ده ده بيحافظ على السكيورتي والابيليتي والحاجات اللي قلنا عليها بقى، والكلام ده كله، ان هو والستابيليتي ومش عارف ايه الحاجات دي كلها. ده هنا ده مناسب لمعايير الجودة اللي تناسب اي شركة، وفي نفس الوقت سيف وآمن وموثوق فيه حاجات كتير قوي بقى، ساعتها بتقول لا ده السوفت وير الحقيقي اللي بيناسب المعايير الجوده المطلوبه. لكن البروتوتايب ده يعتبر حاجه عاديه، زي ما تقول مثلا والله انا عملت ماكت لفيلا، هل ماكت الفيلا ده معناها ان الفيلا موجوده؟ هل الماكت ده بيناسب المعايير المباني الستاندرد اللي اقدر اروح اسجلها يعني كفيلا في الشعر العقاري؟ لا طبعا، ده مجرد ماكت بيعبر عن النتيجه اللي هتطلع قدام شويه، لما تيجي تطلع والمبنى ده يطلع، في الحاله دي بقول والله خلاص ده مبنى حقيقي، ده مبنى فعلي، ده بيناسب المعايير، المبنى معمول بجوده كذا وكذا وكذا، والله ده المايه داخله، الكهرباء داخله، كل حاجه تمام، ما هواش في اي غلطه، ما فيهوش اي مشاكل، اقدر ساعتها ان انا اسجل الكلام ده واقول ان ده بيناسب المعايير الجوده المتعارف عليها. فده فكره البروتوتايبنج بشكل سريع. ندخل بقى على حاجة تانية أو نوع تاني، هو الـ incremental delivery، وكنا اتكلمنا عنه لما اتكلمنا على الأنواع اللي بشتغل عليها عشان أقدر أنا أسلم أو أطلع بروجكت. يعني كنا اتكلمنا على لو فاكرين الووتر فول، الووتر فول أهو خلاص، الووتر فول اللي هو كموديل تحت بلان دريفن، أحد موديلات البلان دريفن يعني. واتكلمنا على حاجة تحت الأجايل اللي هي اسمها Incremental Development، زي ما قلنا قبل كده، هنتكلم عنها شوية بالتفصيل هنا، وإيه هي فكرتها، ويعني المزايا بتاعتها إيه وعيوبها إيه. نتكلم عنها، إن إحنا بنقول هنا إن الـ Incremental Delivery، Incremental Delivery، Delivery يعني التسليم، اللي هي مرحلة التسليم، أو فكرة التسليم ماشية بطريقة Incremental. Incremental خلينا نقولها ببساطة إن هي عملية تدريجية، تدريجي، بسلم أو بمراحل. خلاص، فعشان كده بقول هنا ان الديفلوبمنت اند ديليفري از بروكن، اتقسمت او اتكسرت ل انكريمنتس، ليه مراحل او مجموعه مراحل، او هي خلينا نقولها مراحل لان دي فعلا المسمى كويس الصح بتاعها. فهي ماشيه بطريقه مرحليه، ان انا هسلم مرحله اولى كذا، مرحله ثانيه كذا، مرحله ثالثه كذا، فدي الايه الفكره بتاعتها. ان انا قسمتها او كسرت البروجكت، ما بقى بدل ما كان هو
لان بروجكت حته واحده على بعضها هسلمها مره واحده كلها، لا انا هعملها او هسلمها على مراحل، كل مرحله هسلم فيها جزئيه. زي ما قلنا قبل كده مثلا سيستم الخاص، لو انا بعمل سيستم الشركه، الشركه دي متقسمه جوه لاداره خاصه بالاتش ار، اداره خاصه بالحسابات، اداره خاصه مش بالتسويق، اداره خاصه بكذا. فكل اداره من دول بدل ما كنت هاخد الريكويرمنتس بتاعت كل الادارات مره واحده واجي في الاخر بعد سنه ولا حاجه اسلمهم المشروع كله كامل، لا انا همشي واحده واحده واداره اداره، وده بيبقى افضل بكتير قوي في البروجكتس الكبيره، عشان ابقى خلصت كل اداره بقت شغاله وبتنفذ جزء من السيستم بتاعي عندها في الشركه، وفي نفس الوقت الشركه بتحس انها شغاله بسيستم. وهنلاقي ده موجود دلوقتي في الديجيتال ترانسفورميشن اللي شغال في الدوله دلوقتي. انت بتلاقي في اماكن شغاله ديجيتال واماكن لسه بتتغير، والكلام ده كله اللي هو التحول الرقمي اللي بنسمع عنه، بتلاقي ان في الجهات الحكوميه في اماكن شغاله ديجيتال واماكن لسه بيتم تطويرها وهكذا، وادارات داخل نفس المكان اداره شغاله ديجيتال واداره لسه مش شغاله ديجيتال. نفس الفكره كده، هي دي فكره الايه الانكريمنتال ديليفري، ان انا بسلم بطريقه مرحليه. كمان هنا في وانا شغال بالطريقه دي بعمل حاجه اسمها يوزر ريكويرمنتس ار بريوريتايز، يعني بعمل بحدد البريوريتي بتاع كل متطلبات الايه للمستخدمين. يعني بقول والله انا عندي المتطلبات دي بعمل لها كاتيجوري كده، ان دي المتطلبات اللي ذات اولويه عليا، بعديها دي متطلبات لا ممكن تتاخر شويه، دي ممكن تتاخر، دي ممكن تعمل في الاخر. فهي دي فكره ان انا بعمل لها بريوريتايزيشن، او يعني بخلي ليها اولويات، يعني انهي اللي هيتنفذ الاول وانهي اللي هيتنفذ بعديها وهكذا، ليه من اللي ليه الاولويه اللي نخلص الاول يعني. فزي مثلا انا بتكلم على شركه، فبقول والله انا الاولويه بالنسبه لي هي مثلا في السيستم الخاص او المرحله الخاصه بالاتش ار والبيرول والكلام ده كله، عشان الناس دي هتدفع مرتبات الموظفين، فمحتاج ان انا اعرف مين الموظفين عندهم واحدد كم المرتبات هتبقى ماشيه بشكل ازاي. ده هيبقى مرحله اولى بالنسبه عشان تساعد في معرفه الكوست او التكاليف اللي على الشركه دي يعني. كمان بقول في نفس الوقت ان الهاي بريورتي هي دي اللي كنا بنقول عليها، الهاي بريورتي هي دي اللي هتبقى ليها اولويه وهتتنفذ في البدايه ايرلي، يعني في البدايه هنفذ الحاجات اللي ليها اولويه اعلى، وبعد كده هبتدي ارحل الحاجات التانيه لاوقات تانيه هيتم التنفيذ فيها. طيب انكريمنتال ديفلوبمنت، يعني هنا بلاقي ان ليها ان طريقه الديفلوبمنت بتاعتها، ان انا بقول لها ديفلوب سيستم ان انكريمنتس اند ايفالويت ايتش انكريمنت، يعني من ضمن المزايا بتاعتها ان انا بصمم البرنامج بتاعي بطريقه المراحل، وبايفالويت او بقيم كل مرحله على حده، واحدد اذا كانت المرحله دي خلصت بالنسبه لي وانتهت ولا لسه هرجع اعدل فيها تاني. ودي بتبقى ليها مزايا ان انا قفلت مرحله على بعضها وخلصتها من السيستم، ومش هرجع ان انا اتناقش فيها تاني مع العميل، والعميل اكسبتد الكلام ده. في نفس الوقت before proceeding to the development of the next increment، طبعا بكون قفلت يعني المرحله قبل ما ادخل على المرحله الثانيه من مراحل التنفيذ يعني. normal approach used in agile methods، ان هنا دي ده يعني دي احد يعني دي الميثود من الميثودز الاجايل يعني. ده زي ما قلنا قبل كده برضو ان انكريمنتال ده احد الميثودز يعني الخاصه بالاجايل. ده ان ال احد المودلز الخاصه بالاجايل، وده المنهج الطبيعي العادي في من مناهج الاجايل يعني. تمام. في نفس الوقت evaluation done، ان التقييم هنا تقييم المرحله دي بيتم بواسطه مين؟ بواسطه اليوزر نفسه ماشي، والكاستمر العميل نفسه. اليوزر هنا اللي هو المستخدم اللي بيستخدم الايه السوفت وير، والعميل ككل اللي انا ماضي معاه. يعني ايه؟ يعني لما اقول مثلا والله خدوا يا جماعه ده سيستم الاتش ار ابتدوا اشتغلوا بيه، فاليوزر هنا المستخدم هو مستخدم الاتش ار، موظف الاتش ار اللي شغال في الاداره. تمام. الكاستمر بالنسبه لي اللي هو العميل نفسه اللي صاحب الشركه، اللي هو مدير اداره الشركه، رئيس مجلس اداره، صاحب الشركه ايا كان. فالعميل بالنسبه لي ككل بيجي يقول لي ده تقييم اليوزرز بتاعتي كان 1 2 3 4، وعلى الاساس ده بقول والله
ان الكلام ده طلع مظبوط. في نفس الوقت لو فرضنا ان الكلاينت بتاع ده الكلاينت او سوري الكاستمر بتاع العميل هو الموظف نفسه، والله المرتب بتاعه طلع سليم او في الحسبة بتاعته طلع غلط فيها مشكله فيها كذا، فلما بتبقى المرحله دي شغاله بالفعل بقدر اطلع المشاكل بتاعتها وانهيها برضه على طول في المرحله بتاعتها. فهنا بتيجي جزء الايه ايفالويشن. طيب انكريمنتال دليفري هنا ديبلوي ان انكريمنت ديبلوي ان انكريمنت فور يوز يوز باي اند يوزر، بعملها ديبلويمنت على طول. مور رياليستيك ايفالويشن اباوت بارتيكولار يوز اوف سوفت وير، يعني باخد تقييم حقيقي فعلي نتيجة للاستخدام بواسطة استخدام الحقيقي للسوفت وير. يعني زي ما قلنا في الجزئية دي ان انا خلاص السيستم راح وفي تقييم جاي لي حقيقي، الناس دي اشتغلت بالفعل طلعت نتائج وفي المشاكل اللي عندها بدأت تظهر، اذا كان في مشاكل مفيش مشاكل خلاص في نتائج تقييمات فعلية طالعة من المستخدم على طول. بنفس وكمان في المرحلة دي، يعني في مرحلة معينة عشان دي بتدي ميزة ان انا اقدر اعالج المشكلة بتاعت المرحلة دي بالذات واقفلها على طول مرة واحدة. كمان difficult to implement for replacement system as increments have less functionality than the system being replaced كله. دي المقصود بيها هنا ان صعب ان انا استخدم فكره الانكريمنت او التسليم المرحلي هنا في حاله ان العميل عنده سيستم اوريدي شغال بالفعل. لو انا بتعامل مع عميل عنده سيستم وعايز اعمله ريبليسمنت، ففي الحاله دي هيبقى صعب جدا ان انا اقول للعميل اشتغل بالمرحله الفلانيه دي دلوقتي على بال ما اكملك بقيه المراحل، لان هو اوريدي عنده سيستم جاهز وشغال والسيستم ده المراحل اللي فيه كلها بتعتمد على بعضها. وبالتالي لو كان عندي مثلا مرحلة الحسابات معتمدة على مرحلة مرتبات الموظفين، وهنا هيتخصم المرتبات وهنا هيتحط في الحسابات عندي لازم يضاف الخصومات دي او المرتبات دي موجودة عندي. يعني الادارات معتمدة على بعضها وهو اوريدي عنده سيستم جاهز، لما اجي اقول له خد المرحلة دي اشتغل بيها يبقى هيوقف المرحلة دي في السيستم العادي اللي شغال عنده، وبالتالي هتبقى مشكلة بالنسبة له ان في حاجات مش شغالة مع بعضها وفي نتائج مش طالعة، او هيبقى في دوبليكيت وورك ان تخلي الموظف عنده يشتغل مرتين، مرة على المرحلة بتاعتي ومرة على السيستم اللي اوريدي شغال عنده عشان الدنيا عنده ما تقفش. وده هيأثر على فكرة المشروع بتاعي ان انا يعني هيبقى فيه صعوبة في ان الناس تتقبله بسرعة، لان نزود مجهود الشغل عليهم وهما شغالين، فبالتالي ان ده هيحسسهم بالارهاق وهو شغال، لانه بقى فيه دوبليكت في الورك بقى شغال مرة عندي ومرة عنده، ده بيدي انطباع وحش وانا شغال. فبالتالي دي من المزايا او من الافضل يعني ان انا اسلم البروجكت هنا لو العميل عنده سيستم اوريدي شغال كامل وانا محتاج اعمله ريبليسمنت، او العميل عايز يعمله ريبليسمنت يغيره بسيستم تاني، يبقى الافضل بالنسبه لي ان انا اسلمه على طول الايه السيستم كله كامل جاهز، فاستخدم فكره البلان دريفن احسن من ان انا استخدم الطريقه المرحليه هنا في الكلام ده. بالنسبه للدليفري خلاص، بالنسبه للديفلوبمنت ممكن استخدم الايه انكريمنتال ايه فكره الانكريمنتال هنا في مرحله الديفلوبمنت. تمام، يبقى انا بفرق ما بين فكره او مرحله الديفلوبمنت ومرحله الدليفري. عند التسليم ساعتها اشوف التسليم ماشي ازاي، عند الديفلوبمنت والتقييم والتنفيذ ممكن امشيها ايه بطريقه مرحليه. تمام، ده هنا اخلي بالي من النقط دي عشان دي تفرق معايا في الشغل بتاعي وانا شغال. تعال نشوف هنا الدياجرام بتاعها شكله عامل ازاي. الاقي هنا ان انا عندي دي فكره الانكريمنت، والله انا بعمل ديفاين للاوتلاين ريكويرمنتس، بحدد نقط كده عريضه للمتطلبات الاساسيه بتاعتي. كمثال يعني بقول والله انا عايز اداره للاتش ار، عايز اداره للحسابات، عايز اداره لكذا لكذا لكذا. خلاص دي النقط العريضه، بدخل بقى تحت كل واحده وابتدي اجيب الريكويرمنت بتاعت كل واحده على حيده. عشان كده بقول اساين ريكويرمنتس تو انكريمنتس، يعني بحط بقى ايه بدخل كل اداره واقول والله انا نمسك بقى اول جزئيه اول نقطه هي مرحله الاتش ار. انا هدخل اشوف بقى ايه المتطلبات اللي تحت كل اللي هي اللي تحت الاتش ار، ساعتها بقول والله انا زي ما احنا عاملينها هنا كده، بقول والله انا النقط الرئيسيه بتاعتي كذا لكن الصب بتاعتها هي كذا. تمام، هي نفس الفكره، والله انا عندي مثلا اتش ار دي تحتيها في ريكويرمنت سب ريكويرمنت بقى المتطلبات الفرعيه الخاصه بالاتش ار.
خلصت الكلام ده بدخل بعمل ديزاين للاركتكتشر للهيكل بتاعي، بس ايه بتاع المتطلبات الفرعيه دي بتاع كل مرحله على حده. بعد كده بروح على مرحله الايه الديفلوبمنت للمرحله دي ماشي. طيب مرحله الديفلوبمنت هنا بقوم داخل بعديها على ايه يعني بص استعمل، بقوم داخل بعديها على فاليديت بقى الانكريمنت دي يعني بفاليديت المرحله دي. بعد ما خلاص التقييم بتاعها طلع سليم بعمل ايه انتجريت، بعملها انتجريشن واروح بقى فاليديت السيستم وبعد كده اعمل ديبلوي للانكريمنت دي خلاص. وفي عندي بقى يا اما سيستم انكمبليت خلاص لسه ما خلصش، برجع على مرحلة الديفلوبمنت تاني عشان انفذ الايه. لو السيستم كومبليت خلاص يبقى ده الفاينل سيستم ايه بتاعي، وبتمشي هكذا. الايه ده كل ده خاص بانكريمنت واحدة خلاص، المفروض دي هنا انكريمنت واحدة اللي هي مثلا مرحلة الاتش ار. خلاص السيستم هنا معناها ان الانكريمنت كلها على بعضها هي الايه الاتش ار كلها خلصت، فبروح ان انا ايه ده الفاينل بتاعي في الاتش ار على بعضها المفروض يعني تمام. طيب نيجي بقى على ادفانتج والديس ادفانتج، المزايا والعيوب بتاعه الايه الكلام ده او الانكريمنت يعني او الطريقه المرحليه. المزايا بتاعتها بتقول لي ان والله انا عندي سيستم فانكشناليتي از افيلابل ايرلي، ان انا خلاص في جزء من السيستم او في مرحله من السيستم هتبقى متاحه للعميل بشكل سريع زي ما قلناها قبل كده. اكت از بروتوتايب تو هيلب، بتتعامل كانها بروتوتايب زي ما شفنا مزايا البروتوتايب انها بتساعد في ايه في ان انا الكت الريكويرمنتس يعني اتحصل على او اجيب او احصل على المتطلبات الفعليه اذا كان في مشكله حاصله. والله ده طب انا في المرحله اللي جايه انا محتاج اعدل كذا او كذا او كذا، بتجيب لي بقى ايه الريكويرمنتس المطلوبه يعني او حتى في نفس المرحله يعني. كمان لو ريسك اوف اوفر بروجكت فيلير، يعني مخاطر ان البروجكت ده يقع او خطر البروجكت كله يقع على بعضه مره واحده ما بقتش موجوده، لان انا بشتغل مراحل يعني المرحله دي شغاله الاتش ار شغال بس الحسابات واقع عادي جدا ما فيش مشكله، احل مشكله الحسابات ولكن انا ما وقفتش مرحله الايه الاتش ار. نفس الفكره على عكس من كده، ان لو البروجكت كله واقع كل البروجكت واقع عندي السيستم كله واقع فما فيش حد شغال، فدي بتاثر عليا بشكل كبير وبتاثر على الشركه بشكل كبير، والخسائر اللي بتشوفها الشركه بتبقى كبيره في وقت زي كده. هنلاقي مثلا ان the highest priority system service tend to receive ذا موست تيستنج، يعني هنا بيقول ان الحاجات اللي ليها بريوريتي اعلى ان السيرفيس ليها بريوريتي اعلى هتتسلم بشكل اسرع للتيستنج والتنفيذ يعني انها تبقى شغاله بشكل اسرع يعني. طب ايه بقى العيوب بتاعه الانكريمنتال، فكره الانكريمنتال ديليفري يعني عيوبها بتقول ان requirements are not defined in details، المتطلبات مش محطوطة بشكل تفصيلي كامل، ده بالنسبة لل overall project. وبالتالي لسه هبتدي اجيب جزء جزء، وانا ممكن انا شغال لما سلمت الاتش ار لقيت وانا بنفذ الحسابات ان في جزئيه مهمه جدا لازم تتعمل في الاتش ار ده عشان ابتدي انفذ الحسبه بشكل سليم، فهضطر ارجع تاني لجزء الاتش ار وابتدي اشتغل فيه مره تانيه. فعشان كده الديتيلز كلها كامله ما فيش ترابط ما بينها عشان ابتدي اطلع نتيجه كامله للمشروع كله اوفرول بشكل قوي وسليم. It can be hard to identify common facilities that are needed by all increments. يعني هنا بيقول ان انا صعب جدا ان انا احدد حاجات رئيسية مطلوبة في كل المراحل اللي محتاجها السيستم ده، يعني زي ما قلنا برضه في حاجات معتمدة على بعضها مش عارف احدد ايه هي الحاجات الرئيسية اللي في ترابط ما بينها وما بين بقية الايه المراحل التانية. specification is delivered in conjunction with the software. إن هنا بيقول لي إيه؟ فالمقصود هنا إن هو يقول لك إيه؟ إن عملية الوصف بتتم تصميمها مع في نفس الوقت اللي انت بتعمل فيه السوفت وير، يعني في نفس التوقيت اللي انت بتصمم فيه السوفت وير البرنامج وانت شغال
بتجيب مواصفات معينه في حته وانت شغال في حته تانيه، او انت بتجيب مواصفات دلوقتي وبتشتغل عليها والكلام ده كله. انت في كل شويه في تطوير بيحصل، وكل شويه في تغيير بيحصل، وكل شويه في تعديل بيحصل في الجزئيه دي والاجزاء اللي جايه بعد كده. انت ما انتش عارف انت ايه اللي انت هتخلصه في الاخر. يعني انت كل شويه بتاخد مواصفات جديده، كل شويه بتاخد متطلبات جديده، كل شويه على حسب احتياجات العميل، على حسب انت فهمت الدنيا صح ولا غلط. طب لا انا مش عايز دي كده، لا انا عايز دي كده، لا انا انت فهمتني غلط، لا انا محتاج اغير في كذا، لا مش ده المطلوب، ابتدي عدل لي تاني او غير لي الكلام ده كله تاني. فممكن كل حاجه تتغير، كل حاجه تبتدي تعملها اكتر من مره، فده هياخد منك وقت ومجهود وانت شغال. فانت بتجيب مواصفات وبتشتغل عليها، بتجيب مواصفات وتشتغل عليها وهكذا. فده هنا المقصود. لكن اللي يقصده هنا ان هوفر ذيس كونفليكت، هنا يحصل ممكن يحصل كونفليكت بقى وذ بريكومنت موديل اوف ميني اورجانيزيشن. يعني هيبقى يحصل هنا في كونفليكت هيحصل، او في اختلافات هتحصل مع مع الشركات او الكيانات اللي انت هتتعامل معاها، مع معظم الاماكن اللي هتتعامل معاها يعني، او العملاء اللي هتتعامل معاها. where the complete system specification is part of the system development contract. لان انت لما تيجي تمضي مع شركة أو عميل إنك والله بتقول والله ده المطلوب بتاعك، إن أنا هعمل لك سيستم عن إدارة كذا بيدير الشركة، أو مكونات السيستم بتاعتك 1 2 3، زي ما قلنا هيبقى فيه اتش ار، هيبقى فيه حسابات، هيبقى فيه كذا، هيبقى فيه كذا. كل الكلام ده انت بتمضي عليه في البدايه في العقد بتاعك، وبالتالي مفيش حاجه من اتنين، يا اما انت هتمضي على حاجات انت مش عارف ايه هي ايه اللي انت هتسلمه، لان في تطوير وتغيير بيحصل كل شويه، يا اما الشركه هتستلم حاجه اي كلام، وفي الاخر ده برضه هياثر عليك انت لان انت سلمت حاجه اي كلام. فطبعا اسمك هيبقى، او اسم الشركه بتاعتك اللي انت قامت بتنفيذ المشروع ده هيبقى يعني الاسم بتاع الشركة هيقع في السوق، وبالتالي فانت التنفيذ بتاعك هيبقى حاجة مش كويسة. فبالتالي ده بيتعارض فكرة الانكريمنتال مع العقود اللي بتتمضي ما بين الشركات وبعضها عشان تنفذ سيستم لصالح عميل معين. ده هنا العيوب بتاعته. تمام، برضو نأكد على جزئية تانية، هو يقصد هنا ان فكرة ان انا بجيب مواصفات مطلوبه ابتدي اشتغل عليها وانفذها، ده بيتعارض مع الستاندرد رولز بتاعه العقود الخاصه بين الشركات. انا كشركه جاي اعمل سيستم لعميل معين، ومكتوب في العقد ايه اللي انا هنفذه، ايه اللي هقوم بيه، وبالتالي التغييرات اللي هتحصل كل شويه هتتعارض مع اللي انا كاتبه واللي انا ماضي عليه. وبالتالي في كذا حاجه هيبقى فيها اختلافات. اولا الحاجه اللي انا نفذتها ممكن تكون اكبر بكتير من اللي كان مكتوب ما بيني وبين العميل في العقد، وبالتالي فالقيمه الفعليه للسيستم ده ممكن تكون خسرتني تكلفه لصالح الناس اللي شغاله معايا، لان شغلهم بقى اكتر ومرتباتهم بقت اكتر وزادت عليا لان وقت شغلهم بقى اكتر. وبالتالي في الحاله دي يبقى انا خسرت فلوس وخسرت مجهود، ومكسبي من الشغل كله ما يعني ما كانش هو ده المتوقع، وفي نفس الوقت بقيت مضطر ان انا اسلم لان انا ماضي على عقد بالتسليم لحاجه مبهمه انا مش عارف هي ايه. ودي فكره الانكريمنتال ديليفري. وهندخل بعد كده على مرحله الايه السبيرال موديل اللي عمله حد اسمه بيهام، هنشوفها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.